اليوم يا جماعة الخير راح اجرب لعبة جدا اسطورية عبارة عن تجارة بالسيارات يا شباب. انا ممكن اروح اشتري السيارة بسعر رخيص وابيعها بسعر غالي، والعكس ايضا ممكن يصير لي. لذلك يا جماعة الخير ابيكم تتحمسون تنزلون تضغطون على زر لايك يعني عشان نستمر بسلسلتنا الاسطورية. هلا والله يا حبيبي، هلا والله بالبيئة والعالم. دايم شباب، هذا اتوقع انه البزنس او المكتب تبعي يا جماعة، لان راح نشتغل بوظيفة تجارة السيارات، فلازم ولا بد انه المكان يكون نظيف شويتين يا جماعة. فانا بنظف على السريع الان كذا يمين يسار اللي طالب مني انظفه الان. فليتسكو يا شباب، قسم بالله اني متحمس جدا اني اتاجر بالسيارات يا جماعه. تعرفوا انا من عشاق الاوكشن والمزاد، ففي هذه اللعبه في عندك مزاد ايضا. انا متلهف لهذا الامر والله، يا انه كنا نسويها بجراند الحياه الواقعيه بشكل مو طبيعي. ليتسكو، اخر قطع بوم يا حبيبي، السلام عليكم. يقول لك الان ادخل الى الاوفيس ومدري ايش، في تعليمات طبعا هنا يا جماعه الخير اسفل المكان، بجالس اقرا الان وبطبق بالمكان. اوكي اوكي شباب، طالب مني اسوي بزنس نيم، مديني غير هذا الاسم؟ تكذب علي والله، كذاب. سوى خلينا نشوف يا جماعه، والله دايم والله لو يمدينا. اوه نايس، روح على قائمه الديكوريشن مكتوب هنا، ومن الديكوريشن يمديك تغيرها. الله عليك يا مامكيالو، هذه الساين. الا والله يا شباب يمدينا نغير. بدون ايش راح نعطيها اسم يا جماعه، بانه هذا مكتب البوس، راح نسميها بوس مامكيالو. البوس مامكيالو يا حبيبي، خليها اللون الاحمر. الله عليك وربي اسطوري يا طلعت شباب. خليها كذا بالحجم الكبير هذا يا جماعه، اوكي؟ او خلينا نفرقها الا خليها كذا، خليها كذا، كانه في حرق هنا يعني. ابديت، ليتس جو يا حبيبي، البوس مامكيالو هنا من هذا المكان شباب. الشركة تبعنا راح تتحول وتصير واحدة من اغنى الشركات الموجودة هنا. طيب، اللي انت كملت الان روح على الجيران واشتري السيارة من الجيران. كذا انا الان موجود الان بعالمي، معي 7490 دولار. فلازم اخذ الباص هذا وامشي يا جماعه. في هنا اماكن والله ما ادري ايش هذه الاماكن يا حبيبي. هذه ورشه تصليح سيارات، اجيب سياره واصلحها من هنا. الا والله شباب، هنا تيونينج للسياره، وزنيات وهذه الامور يعني، وهنا عندك الاوتو ريبير عشان تصلح السياره، حركات، وهذا عشان تلون السياره. او دام والله جاب فيك لعبه رهيبه الان. اوكي بسم الله، خلينا نروح نشوف ونصطاد لنا اول صيده لنا يا جماعه. تمام، لك اول شيء روح على هنا. اوه ما شفت الاماكن الباقيه، يلا مو مشكله، احنا نكتشف بعدين يا جماعه، مو مشكله الان. هذه الاماكن الباقيه شباب مكتوب هنا، او اروح الاوفيس او الجيران او الكار ماركت او غاز ستيشن او ريد بار او الكونتينر، مدري ايش هذول، والله في اماكن كثيره والله ما علينا. طيب الان كاتب لي على اليسار يا جماعه، لازم تعثر على السياره وتكلم صاحبها وتحاول تفاوض معاه، اذا في حال يمديك تزاود عليه او شيء من هذا القبيل. صاحبنا ايش فيه يا جماعه الخير كذا قصير بزياده؟ ما ادري ايش صار معاه. هذه السياره تعجبني ولا لا؟ والله ما ادري اذا بشتري سيارات غريبه يا شباب، هذه فكره لعبه ترى، لازم تحاول تلقطها لقطه نادره كذا يعني. فانا اشوف هذه السياره ما عليها شيء صح، ما فيها مشاكل، ما ادري اذا بيخلوني اجربها ولا. تعال نكلم الان نشوف كم طالب فيها شباب. اوكي يو كان تشيك ذا اكيرسي اوف ذا ريبورت هير. اوما يا شباب اللي ممكن السيلر يكذب عليك، البائع ممكن يكذب علي، لازم تحاول تسوي انسبكت وبالتفاصيل المملة مثل ما قلك الان يعني. اوه ماي جاد، هنا راح تشوف القطع المدمجة من المكان يعني، اذا كانوا مخبيين ومدري ايش راح تفتحهم بالسكيل. طيب كويس، ممكن 2000 بس، انا معي 7000، والله شباب احسها كويسة نوعا ما شباب. لك الان انا ابروفد يعني، هذا مو موثوق يا شباب، انا مدري اذا اوثق بهذا الشخص ولا لا. نزلت لكم بالكامل شويتين لتحت عشان تشوفون الخواص هنا يا شباب، هذا كاتب انه مدري ايش، معلومات بسيطه جدا. اوكي تدري ايش، خليك على جنب شويتين، ممكن ارجع لك بعد قليل يا عزيزي، تعال برجع لك بعد شوي. اوكي يا شباب ما ندري والله، خلينا الان نشوف يا ترى اذا كان في شيء احسن، خلينا نشوف. اوه ماي جاد يا السياره شباب، ايش دي السياره؟ والله هذا بيطلب فيها يمكن 50000 40000 الان راح يطلب فيها شباب مينيموم. هذه كم راح يطلب فيها الان هذا؟ هذا انا يقول لك الان الله اكبر 41000 طالب فيها يا شباب. يا حبيبي والله جالس افكر اروح عند الزبون هذاك اللي كان من الاعلى يا حبيبي. اوه ماي جاد ايش ذا؟ والله اوه مديني اطلب احد ب 4000 دولار عشان يفحص لي السياره اذا فيها شيء. اوكي طيب والله احس ذا كان قرار موفق صراحه شباب، ما ادري عنكم ولكن ان شاء الله ما نضيع طريقه الان. هذا عندنا السياره هذه، تبيع هذه السياره الان هذه البنت يا جماعه، ولكن تعال نشوف كم سعرها. انا بعطيها تقديريا 10000 كذا تقريبا، 10000 هذه السيارة حيطلع سعر شباب. تعال شوف معنا الآن كخبرتي يعني بالسيارات هذه 3000 بس سعر السيارة، لا تكذب علي والله رهيبة 3000 والله. ممنوع كمان افاوض بالسعر يا جماعة، قال لك ما عندي فلكسبيليتي بالسعر. اوكي ما علينا. طيب اللون هو اوكي فاكتور هاي اون ابروفد، كمان بديني ادفع 300 دولار ولكن انا راح اعتمد على حظي، انا ما راح ادفع شيء يا شباب. اوكي اوكي عندنا الان هذه السياره او هذيك، والله اني محتار الان ايش اختار. طيب ما اتوقع راح احصل افضل شباب، اتوقع اني انا حنيت وحبيت هذه السياره اكثر، والله شكلي باخذ هذه السياره شباب، نتوكل وبنشوف. مع انه في سيارات كثيره انا ما لازم اتهور يعني نوعا ما، ولكن ايش في ارخص من 2000؟ لازم ناخذها ونجرب. تعال انا بشوف اخر سياره معنا، هذا الباص يا شباب. اوه هذا الباص المرسيدس شباب، وما ادري شنو ذا، ولكن كم راح يطلع السعر هذا؟ هل ترى قابل للتفاوض ولا لا؟ 29000 شايفين؟
ليتس جو شباب، ناخذ هذيك والله، ناخذ هذا قبل لا يفوت الاوان ونندم بعدين مشينا. خلاص شباب تعالوا نعتمد على هذا الشخص ونشتري منه السياره على بركه الله فورا بدون اي شيء يا جماعه. انا مو واثق انه كذا راح يكون سعره، ولكن تدرون ايش راح نشتريها يا جماعه. باي، انا الان راح اشتريها منه مباشره وشريتها يا جماعه الخير. راحت فلوسي شباب، راحت فلوسي. اوكي بدي اركب السياره واروح، حتى اني ما فحصت السياره من كثر ذكائي الشديد، لان انا فيني ثقه شايف بهذه السياره مستقبل باهر يا شباب بالنسبه للشركه اللي انا فاتحها الان. فلذا تدرون ايش راح نركبها الان. اوكي بعض التعليمات وراح نسوق يا جماعه وراح نشوف ايش عندنا ما عندنا. طيب نشغل المحرك طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تشتغل. الله اكبر اشتغلت شباب. والله اني خايف ما تشتغل كانت، الحمد لله اشتغلت يا جماعه. تشينج كاميرا. الله 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 الله، ممكن على سيارتك حركات. ايش رايكم شباب؟ او شوف الباب هنا، في مشكله بالباب، ما انتبهت انه في مشكله بالباب هنا شباب. الباب يا حبيبي، هي خرب لي السياره اكثر. ايش ذا الغباء شباب، فات فيني ذا. حلوين والله، ابعد عني يا حبيبي، ابعد عني. اوه يا الطرب، بدي اطلع فوق هنا ولا بدمج السياره كذا يا جماعه؟ والله ما ادري، والله والله ما ادري. هو كاتب لي روح لهنا. اوكي لا 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 دمج. الله 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 الله، دمجناها شويتين. والله لازم انتبه شباب، والله لازم انتبه. والله واو 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 واو، والله طرب السياره ها شباب، والله يجي من السياره والله. اوكي طلبني اوصلها لهذا المكان عند الاوفيس اللي عندي عند مكتبي. اوه بالمكتب، اوكي حركات. طيب انزل. لا شغل المحرك، طفي المحرك، انزل. نايس، هذه هي السيارة يا جماعة الخير. اوكي يلي صف السيارة علشان تبيعها بالمكان هذا ويجي احد يشتريها. تعال صف صف مرتب عشان ما احسب في حسابي والله. اوكي شباب انا الان لا اصبر. اوكي شباب خليني اطفي المحرك، صفيته بهذا المكان طبعا، ما ادري والله. ولكن في عندي سؤال في بالي، هو كاتب لك انا اروح على الاوفيس فورا على المكتب واحاول تبيع السيارة يا جماعة، بس انا ما ابي ابيع السيارة، انا كنت ابي اعدلها بالاول قبل ابيعها. ولا لا يا شباب، ولا نبيعها كذا ونشوف يا ترى راح تنباع، لان شوف الباب هذا مو مطمني الباب هذا والله. ايش بدي اسوي؟ اد فيول كار بانل ريبير 1. ايش ريبير 1؟ وراحت السياره، ورا اخذ السياره هناك شباب. يا حبيبي انا ثواني يا جماعه، والله ما اتفقنا والله. دقيقه شويتين، انا ما طلبي مني اعدل، ليش بعدلها؟ طيب هذا جات لهنا حبيبي انت الان والله. تعال نكلمه شباب نشوف ايش في بالسياره. شايفين شباب دامجت 10% 9% من ورا 9% من هنا. ريبير راح يكلفني 500 دولار التكاليف هذه يا جماعه. شوف الان والله اسمع، تدري ايش؟ انا ما بصلحها بشيء، انا بروح ابيعها الان، بروح ابيعها مثل ما هي الان صراحه، ما اكذب عليك يعني. ما بيعدل. اوكي بروح ابيعها، اذا ما انبعت معي برجع اعدلها. يلا مع السلامه، ابي اكسب منها بدون تعديلات بالفتره الاولى ان شاء الله، انا معي فلوس. اوكي الان صار لازم، اوه ماي جاد، الان صار لازم نرجع نعدلها شباب. القياده والله شباب مو افضل شيء بالنسبه لي بهذا اللي فاهمني. هذه السياره عجبك تشتريها، عجبك ما عجبك اصطف اللي حبي هذا الموجود الان. اوكي اوكي بسم الله شباب، كمبيوتر الان ايش اسوي الان؟ وين اروح؟ ويب سايت اقول لك انا شباب، ليتس جو ويب سايت كار فور سيل هنا. ايوه هوندا سيفيك، هوندا فيسي، شوف مسمينها هوندا فيسي. طيب يو كان اد ا فوتو باي ليفت كليكينج، يو كان ديليت ذا ليفت كليكينج. كيف احط صوره؟ سيلكت فوتو كاتب لك، كيف احط صوره طيب؟ اما مديني احط صوره والله؟ تمام شباب مديني احط صوره، بالله تستهبل، كيف احط صوره للسياره؟ كار بانل، ايش الكار بانل؟ هنا بعد ما نشتري السيارة مدينا نفحصها من هنا بذات نفسنا شباب. فيول وساخة هنا، طبعا ما نظفنا السيارة كمان يا جماعة والله. بينتد دامجد، اوه ماي جاد، ما السيارة وسخة كثير السيارة. طبعا انا ببيعها بسعر كذا مغري شويتين، بنشوف يا شباب اذا حدا اشتري. اوكي ما راح نبيعها الان بسعر كذا بدائي جدا، نشوف يا ترى اذا في لها مبلغ ولا لا. انا شريتها ب 2275، اذا بعتها ب 4000 راح تكون نعمة يا جماعة، مدينا اشتري افضل منها يعني. تمام اوكي اتوقع كذا مناسب جدا. تمام put on sale، تم الان يا شباب عرضها ب 4000، هل يا ترى راح تنباع معنا؟ ما اظن ابدا، بس خلينا نشوف يا شباب، دائما نطمح للافضل ونتمنى يعني. في حدا، في ناس جو، في ناس جو، هلا والله ما كنت انتبه. كم واحد؟ شباب كم واحد؟ كم تشتريها انت الان؟ 4000، هلا برو، ايه راح تشتريها ب 4000 ذي، وات؟ في حد راح يزود اكثر؟ تعال نشوف يا شباب، والله راح يشتريها ب 4000، ريتني زودت السعر، يا ترى كان لازم يزيد. ما بيندم شباب، تدري ايش راح نبيعها؟ راح نبيعها شباب، راح نبيعها والله. 4000 كله، انا اتوقع راح اروح مع هذا، راح اروح مع الاولى. انا ببيعك الان، ليتس جو يا جماعه، اتوقع اني ما خسرت فيه، يا رب اني ما جبتهم من العيد يا جماعه، والله ما ادري ايش اسوي. يلا سيل. الله اكبر ليتس جو. والله احس اني ما ادري اذا انضحك علي ولا انا انضحكت عليهم شباب، ما ادري والله ما اعرف، احس اني بقيت بلا سياره، بس يعني معي 9000 الان. تخيلوا معنا شباب، انا كسبت 2000 دولار بدون تعديلات حتى، ما عدلت السياره، والله يا اني ما عدلتها شباب. المشكلة الان لازم يخلي معي سيارة اتجول فيها، صح ولا لا؟ ما عندي سيارة اتجول فيها، راح اروح مشي على البيت الان. اوكي مشينا البيت يا جماعة مشينا، والله لو في مكان كذا اروح فيه، اتوقع فيني اروح البيت من موقف الباص هنا. الباص هنا راح ينقلني البيت صح؟ ولا ما في باص شغال هنا؟ تكفي الباص نقلني للبيت الان. بينقلني الان. كيف اروح بيتي طيب؟ اوفيس
كونتينر، هذا كاتب لك كونتينر هنا، هذا بيتي شباب انتقلت، ولكن هذا بيت اما وات انا ساكن بهذه الكونتينرايه. شوف وين ساكن انا. والله شباب يعني مو افضل مكان الواحد يسكن فيه. انا معاكم الان، كيف اشغل النور؟ ابي اشوف بيتي يا حبيبي، ما يمديني اشغل النور هنا المصباح هذا. عسو شغال يعني الان، خليك نام الان نام. اوف اوف اوف، صباح الخير يا جماعه الخير، صحين الان. والله كانت نومه صعبه جدا يا شباب على اصوات الحشرات بالليل، يعني شوف فين نايم انا. يا الله حسبي الله. سكر لا يسرقون انا يا ولد، ما يدخلوا بالنافذه انا يمديني يسرقون من هنا والله. بس اتوقع اني انا مبسوط جدا شباب، انا جدا سعيد والله بعمليه الشراء هذه اللي سويتها يا جماعه. طيب نروح على المكتب الان بالبدايات يا شباب. اوفيس از ديرتي لك الان. او ماي جاد، ليش وسخ؟ ليش الزبائن بعدين ما راح يجون هنا؟ خلينا ننظف شباب الزبائن، والله ما بيجون الزبائن والله. حبيبي انت الان نظف يا ولد. ذا كار ماركت بليس از اوبن. وات، متجر السيارات مفتوح الان. مش نعمل متجر السيارات يا جماعه، والله نبي ناخذ لقطه اسطوريه الان. هذه مره بعدل السياره يا جماعه، هذه المره كار ماركت بليس، ليتس جو. ننتقل لهذا المكان ونشوف ايش السيارات المحطوطه ومعروضه للبيع الان. فين الكار ماركت هذا هو هنا. الله عليك يا مدير، هلا والله. الشباب الطيبين هنا معانا، كل واحد يبيع سيارته طبعا. يا الله يا سياره شباب، قسم بالله شيء اسطوري والله العظيم، شيء اسطوري. سياره اودي طبعا، شايلين اشاره الاودي عشان حقوق الطبع والنشر. نايس والله، بس انا اتوقع حد يشتري دي السياره بالاخير او هذه اللي جنبها الان. طيب تعال نشوف الاسعار شباب، راح ابدا من هذه السياره الان. يب ليتس جو، خلينا نشوف السعر. طيب السلام عليكم الان، هذا طبعا مو موثوق فيه ابدا، لك راح بس 9000. وات، السياره اسطوريه ب 9000 بس، ما يمديني افاوض بالسعر، ليش يا جماعه؟ لازم افتح السكيل، شجره السكيلات هذه كيف افتحها؟ كيف لازم افتح شجره؟ هذه شجره التفاوض لازم ادفع هذه يا جماعه، ما ادري والله توني ادري الان. انلوك، ما عندي سكيل بوينت، طيب كيف اشتري؟ كيف اشتريها؟ ما عندي سكيل بوينت، كيف افاوض يا جماعه؟ ما يخلوني افاوض ترى الان، هاي اللي ما ينفع، اللي لازم تفتح هذيك من هناك. شوف لما افتح شباب سكيل اللي ما يمديك، شايفين؟ ممكن اكل اكل؟ تمام تعال نجرب ناكل اكل يا جماعه. ممكن تبيعني اكل الان ولا هذه منظر؟ هذه منظر؟ والله ما ادري شلون على الاكس بي، ما في تفاوض شباب، على شوي والله كان على شوي معي السعر. يا الله، يلا مو مشكله يا جماعه. طيب شوف اللي جنبها الان، هذه ما اتحمس لها زياده بس اكيد راح تطلع الان رخيصه يا جماعه مقارنه بالشيء اللي جالس شوفه. 8000 ذي يا ولد تستهبل، ايش اللي 8000 ذي السياره؟ والله انا مو مستاهله والله. لوك كار لك الان، والله انها ما تستاهل ابدا ذا السعر، معليش يعني. لا والله سوري والله، والله سوري والله، يعني هذه اشتريها والله احس هذه ثروه يا شباب، ناقصني شويه فلوس كنت بشتريها والله. يلا ما علينا، نشوف السياره اللي بعد الان. هذه لها امكانيات والله، مدينا نغير هذا يا جماعه الخير هنا. ايزي والله ما فيها شيء للسياره اتوقع. هذا كمان ابروفد كم؟ 12000. 12000 يا ظالم، ايش في السياره 12000؟ طيب هذه السياره الامريكيه، اتوقع هذول غاليين يا جماعه نوعا ما. 90000 طالب فيها يا شباب، 90000 ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب نبي ناخذ هذه السياره الان، اوكي بسم الله. كم؟ لا تغلي علينا يا ولد، لا تغلي. 41000 شباب يا ساتر. اوكي عندنا ذا الباص او ذا الفان، يعني نشوف كم هذا الفان راح ينباع معاه الان. 55000، هذا انا شفته مو نفسه يا جماعه بالمدينه هذيك، كان تقريبا ب 40000، مدري كم كان، والله كان رخيص نوعا ما. هذه جالسه تبيع السياره ذي بكم؟ 27000 يا ساتر. 27000 يا اخي، والله ايش في السياره ممكن اشتريها غير ذيك يا جماعه؟ والله ما ادري والله. 74000 هنا، لا تقرب يا حبيبي. وهذا ايش هذه كمان؟ هذه لا تقربين يا حبيبي الان كمان، ما اظن كل شيء غالي الان. 16000 هذه، ما معي سعرها والله شباب. وهذه تشبه هذيك اللي هناك شباب، فاذا في حال شفنا فرق خفيف بالاسعار راح اشتري ذي مباشره، لان هذيك كانت مدري بكم، جدا غاليه كانت. 6000 شباب، وهذه كم كانت؟ دقي شويتين، انا عندي هنا ثروه اسطوريه يا شباب. 12000، يعني اذا اخذت ذيك تراها نفسها ذي ولا لا شباب؟ والله تشبهها كثير والله، احس بعض التعديلات يمكن اشتري ذي يا جماعه بالاخير الان. وعندك اخر سياره وافخمهم يا شباب، هذه كم سعرها الان؟ 393000 يا الله. ما عندي حل غير اني اشتري هذه شباب واحاول ابيعها بالضعف سعرها، يعني بشتريها ب 6000 ببيعها ب 12000 بحكم هذه سعرها 12000، اوكي؟ بدون تفاوضات، ما يمديني افاوض طبعا، ما عندي السكيل المناسب حتى افاوض، فمضطر اني اشتريها مثل ما هي يا جماعه، ما احاول افحصها حتى، ما بدفع 600 دولار. اوكي والله بشتريها معنا يا شباب، بسم الله. 6000 والله مبلغ غالي، يا رب ما اكون ندمت يا شباب يا ربي. ما داني افتح سكيل تشيك، باقي لي 4 نقاط ويمديني افاوض بعدين يا جماعه، 4 نقاط بس، اوكي. طيب راح اروح البيت الان، اتوقع شرينا شروه موفقه، اتمنى يا شباب ما اكون جبت العيد الان. ما علينا يا جماعه، الحياه تجارب الان، اذا هذا يعني. انا اشتريت سياره، وين راحت السياره صحيح؟ وين راحت السياره؟ اشتريها منها، وين راح انا البيت يا حبيبي؟ خذ السياره معها. انا فين رايح شباب؟ هذه السياره هنا يا جماعه، اوكي. اول شيء تعال نفحص السياره قبل الكاميرا، ثواني شويتين.
تعال نفحص يا شباب. بسم الله يا رب. او ماي جاد، ضحك عليه، مدمجه بكل مكان، مدمجه بكل مكان السياره، ضحك عليه والله شباب. ما فيها فيول حتى، وسخه كثير كمان. او ماشيه 142,000 شباب. او ماي جاد، يا رب تمشي معنا الان تشتغل السياره بس. واخيرا تويا اشتري سياره جديده، واخير واخير يا مدير، يلا على البيت يلا. اوكي مشينا شباب البيت الان. في خريطه هنا، اتمنى يكون في خريطه لان ما اعرف شلون اروح بيتي الان. او ماي جاد ما في خريطه، كيف اروح بيتي الان؟ هنا وات، هنا بيتي، هذا بيتي هنا. وليش جالس اروح تنقل يا حبيبي؟ بيتي صاير هنا، وصل هنا والله قريب كثير والله كان. عادي ودي اعدل هذه المره السياره دي يا جماعه، والله ودي اسوي لها بعض الصيانات. تدرون ايش يا شباب، انا الى الان ما راح اعدل السيارات هذه، اوكي انا راح اعرضها بسعر مبالغ فيه شويتين. اوكي طفي طفي يا حبيبي، راح اعرضها بسعر مبالغ فيه شويتين يا جماعه. هذه السياره هنا معانا تمام، راح اروح واعرضها بسعر اسطوري جدا، انا شفت لها اقبال كان، فراح نحاول نشطح شويتين الاعلى يا شباب. انا شفت سعرها مغري جدا كان، راح ابيع مثل ما ذا كان بايعها ب 12,000 دولار يا جماعه، اوكي ضعف سعرها تقريبا يعني. راح اسميها بوست تايتل كار اوف ذا يير، كار اوف ذا يير، سياره السنه يا جماعه الخير. هذه اذا تشتريها راحت يعني، بوت اون سيل، هاي الان عرضتها للبيع يا جماعه تمام. خلينا نشوف من راح يجيها الان، ونطلع نستقبل الزبائن من الخارج يعني الان. اتمنى الزبائن الان يجون يا جماعه، والله ما في حد الى الان. هذه ما تبشر بالخير ابدا، انا قبل شوي رحت دخلت كان في عندي 3 زبائن، فينهم؟ زبائن الكرام الان. هاوس كونتينر، حتى الكونتينر تبعي مديني غيره شباب. اوه نايس والله، يمديني اركب نافذه مثل هذه، بس الكونتينر بنفسه ما يمديني اغيره. ما في غير اني اغير لونه الان، اوكي نايس والله. طيب جاني 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 زبون الان، هلا والله. بالله عليك اشتريها ب 12,000، تكفيني اشتريها ب 12,000. ارجوك اشتريها ب 12,000. ها ايش رايك الان؟ فحصيها كويس الان، يا رب تقبل يا جماعه، يا رب انها تقبل. ها ماي كار، اي ام ثينكينج، عم بفكر جالس الان. لا لك اخفض السعر ل 7,000. لا شباب تبي اسوي لك خصم لل 7,000 الان؟ والله ما ادري، ما اتوقع بسوي. لا لا اسمع، خليك شويتين، نبي زبون اخر، ما في زبون اخر هنا. والله حاسس اني بندم بعدين شباب، يعني انا كذا بكون كسبت 1000 عليها، هل يا ترى استنى ولا اروح الزبونه دي من يدي؟ فكر انت كمان اكثر يا اخي، فكر، لا تعرضين على نفس السعر. تكفينا 7,000 تعرض عليه شباب، ما تبي. شوف راح انتظر احد ثاني يجي، اذا ما جاء بعطي 5 دقائق لنفسي يا جماعه، اوكي بس 5 دقائق. يلا يا رب يا رب، المكتب مفتوح. اوه جاء 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 جاء، جت واحده ثانيه او واحد ثاني، مدري هذا شخص ولا هذا بنت، هذا رجل، هذا يب هذا رجل. يلا يا ولد امالي فيك كبيره، يلا بالله عليك عرض عليه سعر اعلى. 8,000 عرض عليه ذا، 8,000 شباب. 8,000 والله ببيع والله، اتوقع انا شريته ب 6,000 يعني، فكروا فيها كويس شباب، ما اتوقع بستنى اكثر. ليتس جو، هات ب 8,000، نعم ببيعك الان، يلا سيل. ليتس جو يا جماعه الخير، صفقه العمر يا ما بكالو، ليتس جو. والله احس اني ابدعت يا جماعه، انتم فما بالكم الان انه انا عرضتها ب 12,000 مو راضيين يطلعوا بزياده على 12,000، ليش؟ لان مو معدله، والله اقطع يدي اذا ما عدلتها راح تروح تنباع باغلى يا جماعه. لو اني معدلها وكذا كانت تنباع معي باغلى 100% يعني. فيب هذا كان يومي الاول يا جماعه، طلعنا 11,375 دولار. دون ايش راح اسوي؟ انا راح اوقف المقطع هنا، ولكن بالمقطع الجاي يا جماعه راح اجيكم وراح اروح نشتري سياره من الكار اوتو شوب هناك اللي شفناه يعني من المزاد يا جماعه، راح اجيبها راح اعدلها فل تعديلات، سياره اسطوريه راح ابيعها ب 40,000-50,000 يا جماعه، ونشوف اذا راح نكسب فيها ولا. تمام؟ هذا كان مقطعنا اليوم يا جماعه الخير، اتمنى هذه اللعبه نالت على اعجابكم، فلا تنسوا يا جماعه الخير دعمونا هذا المقطع بزر لايك يعني، شكرا جزيلا لكم، كان معكم احمد من قناه مام كالو، السلام عليكم، سكر المكتب يا مام كالو، في امان الله يا جماعه. Assalamu alaikum. Big bad storm is rolling in by the thunder and fog.